ايه على طول انا شرحش من غيره يا حبيبي ده. قاعد قدامي كمان حبيبي والله حبيبي سلام على الكلام. الطبله الحلوه دي ممكن سؤال صغنن بس قبل ما تبدا؟ طبعا اكيد طبعا. لا اي بي اي بي بريفكس دي حاجه في او اس بي في بي جي بي. اي بي اي بي بريفكس راوتنج ادفرتايزمنت دي حاجه في بي جي بي. هو دي حاجه في كل الراوتنج اي بي بريفكس. ايوه بالظبط. لا إيه؟ اسم الشبكه اذا السايد زي السايدر كده يعني اذا ايه ده اذاعه شبكات النتورك. بالظبط 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 صح. يعني هي السايدر يعني هي بص هي اي نتورك بتتذاع كلمه اي بي بريفكس اي ماشي. اي نتورك هنذاعها هنذاع بقى نتورك عاديه هنذاع نتورك مترخصه اي سب حتى تمام نتورك بماسك اسمها اي بي بريفكس. فطبعا هيطلع بقى الله يبارك ليها تكنيك يعني ليها محاضره في اي بي بريفكس راوتنج ادفرتايزمنت في البي جي بي بالذات هيطلع ليها حدوته. تمام يا دكتور. هنسميها في البي جي بي ببلش هاو تو ببلش نتوركس تو ذا اذر وورلد في العالم الاخر. فعشان نببلش نتورك هيطلع محتاجين نعمل اي بي بريفكس راوتنج ادفرتايزمنت اند ابديتنج حبيبي. طيب النهارده السيشن بتاعت السيشن كام دي؟ تسعه راجع مراجعه تسعه. ممكن برميشن للريكورد برميشن للريكوردنج انا ايه من مين؟ مين اللي حابب ال امين حبيبي حبيبي يا دون راجع احضر اللاب معاك مستنيك المره الجايه اهو ان شاء الله. نجيب اللاب اللي فات ونزود عليه لاب جديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فاحنا كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم عن تايبس انواع ال ال اس ايز. طيب حسب ما حكينا ان في نوع من ال ال اس ايز اسمه تايب 1 ال اس اي والمشهوره باسم راوتر ال اس اي. وحكينا كمان ان في تايب 2 ال اس اي ودي المشهوره باسم نتورك ال اس اي. طب وليه اسمها نتورك ال اس اي بس اللي اسمها راوتر ال اس اي دي اللي كل راوتر بيحكيها عن نفسه. اما نتورك ال اس اي دي للدي ار الدي ار بيحكيها عن شبكته يعني دي ار بيحكي عن السب نت بس بتاعته. طيب وايه بقى تايب 3 ال اس اي؟ يعني تايب 3 ال اس اي عباره عن فعلا سامري ال اس اي. يعني ايه سامري ال اس اي؟ في راوتر اسمه الاريا بوردر راوتر بياخد التفاصيل بتاعت اريته يرسمها ويطلع للاريات الثانيه ملخص لداتا بيز. مش ملخص اللي هو ملخص الشبكات زي ما احنا متعودين عليه اللي هو سي اي دي ار او سمرايزيشن. لا هو عباره عن بس انه بياخد التفاصيل بتاعت الداتا بيز طلع المفيد. ايه المفيد؟ طلع نذيع اسم الشبكه والماسك والمتريك بتاع كل شبكه. بس هيطلع الاي بي ار بقى بيعمل حركه كمان. ايه الحركه كمان؟ بيذيع تايب 4 ال اس اي ودي بيحكي فيها ايه؟ بيحكي فيها عن حاجه اسمها سامري عن الاي اس بي ار. يعني ايه بقى سامري عن الاي اس بي ار؟ ان لو عنده في الاريا بتاعته اي اس بي ار اوتونوموس سيستم باوندري راوتر يبدا يحكي بس ملخص عنه. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا احنا عندنا دي اريا اسمها اريا واحد. اريا واحد فيها راوتر، الراوتر ده واصل بعالم اخر. واصل بانذر اوتونوموس سيستم. ممكن يكون مشغل مثلا بي جي بي مع الاذر اوتونوموس سيستم ده. هو من ناحيه كده بي جي بي ومن ناحيه الراوتر ده مشغل او اس بي اف مع بقيه الراوترات اللي في اريته. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندنا في تايب 1 ال اس اي بيحكيها كل راوتر. يعني لو ده راوتر اي وده راوتر بي وده راوتر سي الثلاثه بيحكوا لبعض تايب 1 ال اس اي. ومن التفاصيل اللي بيحكوها لبعض هو انهي نوع؟ يعني انهي نوع؟ يعني لو الراوتر ده حكى يقول انا نوعي ايه؟ انا اي اس بي ار. طب ولو ده حكى بيقول انا نوعي ايه؟ انا انترنال. طب لو ده حكى بيقول انا نوعي ايه؟ اي بي ار. فكل راوتر بيحكي في تايب 1 ال اس اي بتاعته طبعا الانترفيسز بالماسكات بالسرعات كل الحاجات دي بما فيهم النوع كمان بتاعه. الاي بي ار بقى بيشبط في حته بقى انهي حته؟ ان لما الاي اس بي ار ده حكى تايب 1 قال ايه في تايب 1 بتاعته؟ قال تفاصيلي كذا بلس اي ام اي اس بي ار. الاريا بورد الراوتر ممنوع يطلع تايب 1 او تايب 2 ال اس ايز. تايب 1 اللي هي جنريتد باي افري راوتر في الاريا. تايب 2 جنريتد باي افري دي ار في الاريا. دي بالنسبه لنا ديتيلز. عايز يعمل ايه؟ عايز يطلع بدل دي تفاصيل. حلو بص هو كده سوري تلخيص كده كده هيطلع سامري ال اس اللي هي تايب 3. غير تايب 3 اللي بيخرجها وهي عباره عن سامري عن ايه؟ سامري عن الشبكات الموجوده في الاريا. بيطلع كمان تايب 4. طب وايه تايب 4؟ هي عباره عن اذا كان في اي اس بي ار في الاريا دي ولا لا. يعني بيكتب ايه في تايب 4؟ بيكتب كده في تايب 4 اي هاف
ASPR. طب بيحكي عن ASPR معلومتين بس. الراوتر اي دي بتاعه. فالراوتر اي دي بتاع ايه؟ اثنين الكوست اللي نقدر نوصل بيه للراوتر اي دي. يعني راوتر الاريا بورد الراوتر بيقول ايه للناس اللي في اريا ثانيه؟ يقول لهم يا جماعه على فكره انا عندي في الاوتونوم سيستم بتاعي راوتر يخرجكم الاوتونوم سيستم بتاعنا لبره. الراوتر ده اسمه ايه؟ وعشان توصلوا له من خلالي انا توصلوا له مثلا بكوست 50. فكده بقت الراوترات الثانيه فاهمه ايه؟ فاهمه ان في طيب 4 ال اس اي يبقى في معلومه بتحكي عن وجود اوتونوموس سيستم باوندري راوتر. يعني انا لو في اريا بعيده شويه وشفت 7 طيب 4 ال اس اي معناها ايه 7 طيب 4 ال اس اي؟ ان في 7 راوترات اي اس بي ار يقدروا يخرجونا من الشبكه بتاعتك. مين فيهم اقرب واحد يخرجنا؟ الكوست هو بقى اللي يحكم اذا كان مين احسن فيهم. طب لو حد متساوي في الكوست مع حد ثاني يبقى نعمل لود شير. حبينا نخرج من الشبكه نعمل لود شير. فطيب 4 بتحكي ايه؟ ملخص. يعني طيب 4 ما بتحكيش عن الشبكات اللي في انذر اوتونوموس سيستم، لا اللي بتحكي عن شبكات في انذر اوتونوموس سيستم ال اس اي اسمها تايب 5 ال اس اي. اسمها ايه بقى تايب 5 ال اس اي؟ اسمها اكسترنال ال اس اي. بمعنى ايه اكسترنال؟ انها هتحكي عن شبكات خارجيه. معلش تايب 5 ال اس اي محتوياتها ايه؟ تايب 5 ال اس اي ات كونتينز تحتوي على الاتي: واحد اكسترنال نتورك اي دي اسم الشبكة الخارجية، اثنين external network mask، ثلاثة الكوست. تعالى نشوف مع بعض يعني تايب 5 ال اس هي دي بتبقى عبارة عن قد ايه. external network بحكي عن شبكة خارجية، اي شبكة في العالم بحكيها في 4 بايت. طيب والماسك، ما الماسك برضه 32 بت يبقى برضه قد ايه؟ برضه 4 بايت. طب والكوست قد ايه؟ الكوست الخانة المحجوزة دي بس 2 بايت. كده يبقى توتال قد ايه؟ 10. بقول لك ايه، مش هفكرك بحاجه. طيب لو كنت حضرت المره اللي فاتت تايب 3. بص تايب 1 تايب 3 تايب 5 الارقام الفردي دي هي تعتبر الاهم. تايب 1 كل راوتر بيحكي قصه حياته بالتفصيل. تايب 3 اريا بورد الراوتر بيحكي للاريات الثانيه عن الشبكات اللي موجوده عنده. اما تايب 5 فدي بقى جنريتد مش من خلال الاي بي ار، جنريتد من اي اس بي ار اوتونوموس سيستم باوندري راوتر. وبيحكي فيها ايه؟ وبيحكي فيها الشبكات الخارجيه. يعني كمثال لو احنا عندنا autonomous system اهو another autonomous system وعندنا في شبكه 64.0.0.8 شبكه 65.0.0.8 66.0.0.8 67.0.0.8 الشبكه دي واصله مع autonomous system اللي احنا بنحكي عنه اللي فيه اريا اسمها اريا 1 وفيها راوتر اسمه راوتر A. ومين راوتر A؟ ASPR. هيعمل ايه بقى الراوتر اللي هو الاي اس بي ار ده؟ هيطلع من الراوتر ده هياخد الشبكات اللي جابها بايه؟ جابها بالبي جي بي مثلا او باي راوتنج بروتوكول او بروسيس ثانيه ويبدا يحول لنا الشبكات دي لتايب 5 ال اس اي. كل تايب 5 ال اس اي بتحكي عن مين؟ عن شبكه واحده مش مجمعهم مع بعض. يعني بيحكي عن شبكه 64 في تايب 5. كوست مثلا كام؟ كوست مثلا 1. طيب تايب 5 ال اس اي ثانيه عن 65 والكوست كام؟ والكوست برضو 1. هيطلع على فكره الكوست 1 ده ديفولت فعلا في الاي اس بي ار. يعني يطلع ان الاوتونوموس سيستم باوندري راوتر لما بيجيب شبكات خارجيه بيحب اكنه يبدا معاها بدايه جديده. واقل كوست كام؟ 1. فاكنه بيقول ايه؟ تعالوا لي انا، هي لازقه جنبي انا، يعني اكنها كونكتد ليا الشبكات دي. فبيبعت تايب 5 ال اس اي يقول للناس الموجوده في الشبكه ايه؟ يا جماعه اي حد في الاوتونوموس سيستم عايز يوصل للشبكه دي انا لو اديه كوست 1 يوصل ليا وانا هوديه بكوست واحد. يعني اكن الشبكه دي مالها؟ كانها كونكتد ليه. بيبعت تايب 5 ال اس اي لكل شبكه. يعني لو احنا عندنا 4 شبكات كده 4 تايب 5 ال اس اي والكوست بتاع كل واحده منهم يطلع فعلا الديفولت بيبداوا بواحد. طيب يعني معنى الكلام ده كل واحده تايب 5 السايز بتاعها قد ايه؟ 10 بايت. طيب افرض ان هم كانوا كتير ما ينفعش نلخصهم؟ ينفع. ازاي بقى نلخص؟ على الاوتونوموس سيستم باوندري راوتر في امر للتلخيص. بص نفس الحدوته دي حصلت لو حد حضر المره اللي فاتت على الاريا بورد الراوتر، بس المره اللي فاتت كانوا 8 شبكات في الاريا، فبدل ما كان يحكي تايب 3 اللي هي 10 بايت و10 بايت و10 بايت يبقوا 80 بايت، كنا عملنا امر على الاريا بورد الراوتر. كان ايه الامر اللي على الاريا بورد الراوتر؟ كان الامر اللي على الاريا بورد الراوتر عشان نعمل مانيوال سامري لان ما عندهمش اوتو سامري، كنت تخش جوه راوتر او اس بي اف 1 وانت جوه الكونفج داش راوتر بس ده على الاريا بورد الراوتر تقول له اريا 1 احنا بنتكلم احنا عايزين نلخص اريا 1 رينج
وتقول له الشبكه. ساعتها لخصناها 192.168.10.255.255.255.0 سلاش 24. كانوا شبكات سلاش 27، كانوا 8 شبكات قلنا يبقوا سلاش 24. طيب لو اي اس جارد بنفس الانالوجي بنفس الطريقه، بس هم عاملين كوماند مختلف لتلخيص المانوال. اشمعنى؟ بيقول لك عشان خاطر يبقى الناس بس عارفه ان التلخيص لتايب 3 بامر، تلخيص لتايب 5 بامر. طب وايه اللي هيلخبط؟ بيقول لك مش كايز راوتر في يوم من الايام يبقى اي بي ار وكمان اي اس بي ار. فانت عايز تلخص ايه بقى؟ عايز تلخص الشبكات اللي من بره، عايز تلخص الشبكات اللي من جوه، فدي ليها امر ودي ليها امر. طب ايه الامر اللي هنلخص بيه الشبكات الاكسترنال؟ امر اسهل اسمه سمري داش ادرس، يعني عارف امر منطقي. فامر اريا رينج بيلخص ما بين الاريات، سمري ادرس بيلخص الشبكات اللي جايه من اوتونومس سيستم تاني. طب بقول لك ايه هو 64 65 67 67؟ يبقى 64 سلاش 6، سلاش 6 دي تتكتب كام؟ 252000. ف 64 3 اصفار والماسك سلاش 6. كده ايه اللي هيحصل؟ اقول لك اللي هيحصل كده. راوتر اللي هو اسمه ايه؟ اللي واصل ما بين مين ومين؟ واصل ما بين another autonomous system و our autonomous system اللي هو autonomous system boundary router. بالامر اللي انا عملته ده هيعمل manual sending وياخد كل الشبكات اللي كانت جايه، يعني هنا اربعه مثلا في المثال بتاعنا، ويحولهم. دول اربعه جايين له بالبي جي بي، يحولهم بالاو اس بي اف. احنا عايزينه يدخلها للناس اللي شغاله او اس بي اف از تايب 5 ال اس اي واحده 10 بايت مش اكتر. الشبكه 64.0.0.0 سلاش 6. يعني ممكن نعمل مانوال سامري لو حابب تعمل مانوال سامري، هو مش انيبلد باي ديفولت. امال ايه؟ انت بس تعمل له كونفيجريشن. بس عايز اقول لك على حاجه، هيذيع دول بكوست كام؟ هيطلع بيذيع دول بكوست واحد. يطلع الديفولت بتاع الاو اس بي اف لما يجي له اي شبكات خارجيه ان هو يبدا معاها بدايه جديده كوست واحد. بس عندي ليه خبر غريب قوي، الكوست ده هيفضل واحد جوه الاوتونومس سيستم كله. يعني يعني هيفضل راوتر ايه؟ يعني ادي الاوتونومس، خلينا بقى ايه الاوتونومس سيستم بتاعنا نرسم له الاريا بتاعه. يعني هيفضل راوتر اللي في اريا واحد، وبعد كده راوترز في اريا صفر، بعد كده راوترز في اريا اثنين، الراوترز اللي في اريا واحد كان فيهم راوتر ايه؟ قال ايه؟ قال يا جماعه اللي عايز يوصل لشبكه 64.0.0.0 سلاش 6 اقدر اديه بكوست واحد. دي كام؟ دي تايب 5 ال اس اي. الراوتر اللي بعده هيعمل ايه؟ الراوتر اللي بعده هيروح واخدها ونروح نطلعها اللي بعده. لما يا جماعه اللي عايز يوصل ل 64.0.0.0 سلاش 6 يقدر يوصل بكوست واحد. الراوتر الاي بي ار لما يجي يخرجها اللي بعديه، لما يا جماعه انا اقدر اوصلكم ل 64.0.0.0 سلاش 6 بكوست واحد. كل ده ودي تايب كام؟ كل دي تايب 5. طب ليه تايب 5؟ ما هي جايه من انذر اوتونومس سيستم، فلازم الناس كلها اللي هتبقى موجوده في الاوتونومس سيستم بتاعي تعرف انها تايب 5، هتعرف انها من انذر اوتونومس سيستم. حتى في الراوتنج تيبل، يعني كل راوتر من الراوترات دي لما يشوف الشبكه دي، حتى اخر راوتر يقول يا جماعه اللي عايز يوصل ل 64.0.0.0.6 يقدر يوصل برده بكوست واحد وتايب 5. تايب 5 دي تترجم بعد كده في الراوتنج تيبل لاني رمز؟ في الراوتنج تيبل بتترجم من الرمز ده او اي. بص بقى الحركه اللي جايه دي 2. ايه بقى او اي 2 دي؟ يطلع او يعني او اس بي اف، اي اكسترنال دي مش حاجه عندنا، دي حاجه جايه من برانا. يطلع بقى اي 2 دي، 2 دي هي اللي مخليه المتريك ما يتغيرش. يعني يطلع 2 دي مقصود بيها ايه؟ ان المتريك كالكوليشنز يبقى حاجه في القلب بتاع الكود بتاع الاو اس بي اف، ان الكالكوليشنز ليها طريقتين، طريقه واحد طريقه اثنين. في دي اسمها متريك كالكوليشن تايب 2، يعني الطريقه الثانيه للحسابات. طب ايه الطريقه الثانيه للحسابات؟ الطريقه الثانيه للحسابات دو نوت اد انترنال متريك تو اكسترنال متريك. ثاني كده، يعني لو الاكسترنال متريك هي جايه ان احنا قلنا ان كوست بواحد، ما تزودش انترنال متريك، ما تقعدش تزود انترنال متريك. طب وده ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان احنا نبقى نعمل لود شيرنج بعد كده. لود شيرنج ازاي؟ لما يبقى عندنا كذا طريق يقدروا يوصلوا للاوتونومس سيستم باوندري الراوتر ده، طالما كل الطرق بتقول كوست واحد امشي من كل الطرق. واحد يقول لي بس ممكن تبقى الطرق كلها مش زي بعض، معاك حق، بس تعالى نحسبها مع بعض حسابات. ده كده اوتونومس سيستم في مصر، صح؟ عندك طريق من اسكندريه عشان تروح لامريكا، وعندك طريق من اسماعيليه عشان تروح لامريكا.
فرقت معاك قوي اذا كانت اسكندريه اقرب من اسماعيليه، ده انت كده كده رايح امريكا. يعني انا كده كده رايح اوتونوميس سيستم تاني بعيد، بعيد قوي، ده في قاره تانية. فرقت معاك جوه الاوتونوميس سيستم بتاعك اللي هي جوه البلد بتاعتك، يعني هعدي على السويس الاول ولا مش هعدي على السويس؟ هي دي اللي فرقه معاك. عارف عامله زي ايه؟ ايه ده بالظبط كده، يعني الاكستيريور اكبر بكتير. يعني اكيد احنا عايزين نقول ايه، ان الانترنال متريك نيجلكتد بسبب ان الاكسترنال ابعد بكتير. عارف يعني ايه؟ هل انا مثلا لما ابقى في مدينه نصر وابعت حاجه لامريكا حلو بترجع لي مدينه نصر، هل فرقت لو انا رحت مصر الجديده؟ فالحاجه بدل ما تجي لي على مصر الجديده مباشر من امريكا، جت لي على مدينه نصر الاول بعد كده راحت لامريكا، راحت لمصر الجديده، فرق حاجه بسيطه ملي سكندز في الديلي، يمكن تكون مايكرو سكندز. فالقصد مش هتفرق. بس واحد يقول لي لا بس انا شغال في شركه اورنج بزنس والاوتونوميس سيستم بتاعي مش في بلد واحده، انا الاوتونوميس سيستم بتاعي اوروبا. يعني ايه بقى اوروبا؟ لا انا تفرق معايا ان الحاجه تعدي على روسيا وبعد كده ايرلندا، تفرق لو عدت على فرنسا وبعد كده البرتغال، يعني المخرجين مش زي بعض، انا معدي على بلاد بقى كتير، فساعتها تفرق معايا. نسيت اقفل البتاع، اقفله بقى عشان خاطر ايه. بلوك ايوه بلوك قول بس ده نقدر نشرح حاجه معاه. بس الموبايل مخيلني كل ما اتحرك يروح باعت لي نوتيفيكيشن، باعت لي نوتيفيكيشن ان الكاميرا اشتغلت انها لقطه حد بيتحرك، فكده نعمل دو نوت ديسترب اس. طيب فالقصد ان ده اسمه طريقه الحسابات رقم 2، بس طريقه الحساب رقم 2 دي اللي شغاله هي الديفولت اصلا. يعني ايه هي الديفولت اصلا؟ بالفطره الراوتر لما بيجي يحسب الحسابات بيحسبها بالطريقه دي. يعني كل الراوترات مالها بتاخد انستراكشن من الاي اس بي ار، هنحسب باني طريقه متريك، يطلع الاي اس بي ار باي ديفولت هيقول لهم 2. احنا هناخد ان شاء الله بقى في الكورس، لو احنا في شغالين في اورنج بزنس ودي اريات معديه على دول، مش مثلا مدينه نصر مصر الجديده رمسيس، فمش فارقه معانا، لا معديه على دول، فلا تفرق معانا نمشي كده ولا نمشي كده ولا نمشي كده. ساعتها هنضطر نعمل ايه؟ ساعتها هنضطر ان احنا نشتغل بحاجه اسمها متريك كالكوليشن تايب، او ساعات بيسموها متريك تايب على طول، متريك كالكوليشن تايب 1. بص ال سي تايب دي اسمها طريقه الحساب، متريك كالكوليشن تايب 1. طب ايه اللي بيحصل في المتريك كالكوليشن تايب 1؟ بنأد الانترنال متريك تو اكسترنال متريك. مين اللي بيدي انستراكشن بحاجه زي كده؟ الاوتونوموس سيستم باوندري راوتر. يعني تطلع الاي اس بي ار هنعمل له كونفيجريشن، نقول له عايزين نشتغل بالمتريك تايب 1، فيعمل ايه؟ يروح يقول لهم معلش هنحسب الحسابات اللي تحسبه الكوست كام 1 زائد ما بيني وما بينكم قد ايه 10 تبقى 11، زائد ما بيني وما بين اللي قبل قد ايه 10 كمان يبقى 21، زائد ما بيني وما بين اللي قبل قد ايه 10 كمان يبقى 31. يعني لو اخترنا احنا نشتغل بالمتريك كالكوليشن تايب 1 تفرق معانا في ايه الرسمه دي؟ اهي ان راوتر ايه هيبعت للراوتر اللي بعديه يقول له ايه؟ يقول له لو عايز توصل لشبكه 64 سلاش 6 تقدر توصل بكوست 1. الراوتر بقى اللي اسمه بي بعديه يقول لك ايه؟ طب كوست 1 ده الكوست الخارجي، لكن انا عشان اوصل لايه؟ بوصل له ب 10 مثلا. فلما يبدا يبعت ابديت يقول يا جماعه اللي عايز يوصل ل 64 سلاش 6 يوصل بكوست 11. يعني هيبدا يحصل ايه للكوست؟ تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يبدا كل راوتر يزود الكوست 21 31 ايا كان الكوست هيبقى كام بناء على ايه؟ بناء على الطريقه اللي بنحسب بيها المتريك 10 اس 8 على الباندويتس. الباندويتس ده اللي هو السرعه لما بين الراوترين دول مع بعض بشكل تراكمي. فالقصد ان الطريقه دي تعتبر طريقه ممكن انت تستفاد منها اللي هي متريك تايب 1 لو انت يعني يفرق معاك ان الانترنال باث يتحسب في الحسابات. لكن هو في اغلب السيرفيس بروفايدرز واغلب الشركات لو سيرفيس بروفايدر لوكال محلي والاوتونوم سيستمز دي اوتونوم سيستمز بره دولي، فمش فارقه انت هتمشي في مصر التحرير ولا رمسيس. يعني ايه تحرير؟ فارقه معاك وان كوست ولا رمسيس؟ مش فارقه معاك الوان كوست دوت. فالقصد تبقى الكوست بالنسبه لنا ممكن مش فارق ان احنا نحسبه، بس وفرنا ايه بقى؟ لما ما عدناش نحسب الكوست واشتغلنا بمتريك تايب 2 اللي هي الديفولت، احنا استفدنا بايه؟ ان الراوترات اريح، بدل ما كانوا يقعدوا يجوا على الرسم ويحسب الطريق ويحسب الكوست جاي لي كام ويراكم عليه، كل ده يبقى اكسترا بروسيسنج. طالما انت مش فارقه معاك ما تسيب الراوتر يستريح. والراوتر ازاي هيستريح؟ اهو الراوتر هيستريح لو اشتغلنا بالطريقه دي، لو انت مش محتاج ان انت تغيرها، فده الديفولت متريك. طيب طبعا الحاجات دي كلها توضح اكتر امتى؟
محاضره الثلاث، يعني محاضره الثلاث نوضح اكتر ازاي ممكن على الاي اس بي ار نغير المتريك تايب، نشوف الارقام هي بتزيد او الارقام هي بتقل، خصوصا برده مع لاب جاي ان شاء الله يعني يوم الاحد الجاي على طول، اوري لك برده الحاجات الخاصه بالتايب 5 ال اس اي. طب معلش تاني كده بسرعه، يبقى جوه الاريا الراوترات هتبع التايب 1، لو عندك دي ار يبقى في تايب 2. تايب 1 وتايب 2 دول بيتجمعوا عند كل الراوترات دي، بس الاريا بورد الراوتر ما بيحكمش بره. امال بياخد التايب 1 والتايب 2 دول يعمل فيهم ايه؟ يحولهم لتايب 3 و4. طيب تايب 3 فيها ايه؟ اسامي الشبكات اللي هنا. تايب 4 فيها ايه؟ اذا كان في اي اس بي ار ولا ما فيش. طب وبعدين تايب 5 الاي اس بي ار بقى ذات نفسه اللي بيحكي، يقول ايه؟ يقول انا عندي شبكه كذا وكذا وكذا. تاني ايه ال اس ايز اللي ليها فايده؟ الفردي. تايب 1 مفيده جدا. تايب 2 مش قوي، ليه مش قوي؟ دي ار بيحكي عن شبكته، على فكره الشبكه دي بس كان ممكن لو ربطنا الاحداث بتايب 1 كويس كنا نعرفه ان هي بتتحكي برضه، لكن هنا عشان نخلي بس في اكسترا ديتيلز فور اكسترا ترابل شوتنج، عشان نعرف اعمل ترابل شوتنج احسن. تايب 3 مفيده طبعا، فيها اسم الشبكات. طب تايب 4؟ تايب 4 بيقول لك ان في اس بي ار. طب ما انا تايب 5 تغنيني، يعني ايه تايب 5 تغنيني؟ تايب 5 ان في اس بي ار بيحكي الشبكات، انا عايز في الاخر في الراوتنج تيبل ايه؟ انا عايز في الراوتنج تيبل اشوف كده او، ومين فعلا ممكن يجيب لي او تايب 1 على فكره؟ يعني تايب 2 مجرد بس تساعدني اكتر في ترابل شوتنج. عايز اشوف او اي اي، او اي ان في شبكات في اريا ثانيه، مين اللي يساعدني في الاو اي اي؟ تايب 3. تايب 4 بتقول لي ان في اس بي ار. طيب او اي، او اي دي بسبب مين؟ بسبب تايب 5 اصلا، يعني او اي 2. في طبعا او اي 1 لو هنشتغل بالمتريك تايب ده او، يعني او اي 1. بس احنا باي ديفولت هنشتغل او اي 2، فاو اي 2 معناها ايه؟ ان احنا شايفين الشبكات اللي بره. طب ما انت كده شايف الشبكات اللي جوه الاريا، شايف الشبكات اللي ما بين اريتين، شايف الشبكات الخارجيه، خلاص انت محتاج اكتر من كده، مجرد بس ان الارقام الزوجي دي فور اكسترا ترابل شوت، لدرجه ان هم لقوا في وقت من الاوقات ان في الاس ايز مالهاش لازمه خالص. زي مين؟ تايب 6 مالها؟ خلاص نوت يوزد، نوت افيلبل عند كل الفندرز، يعني هي باي ستاندرد موجوده بس لا سيسكو بتدعمها ولا هواوي بتدعمها ولا جونيبر بتدعمها، كانت اصلا مختصه بايه؟ تايب 6 ال اس اي. كان تايب 6 ال اس اي مهتميه انك لو هتنقل ترافيك مالتي كاست، ازاي نقدر نقل لك معلومات عن الترافيك المالتي كاست دي؟ طب وليه مش مهم؟ عشان عاملين له بروتوكول بديل اسمه بيم فيرجن 2، او ده الام اس بي، ده الام اس بي صح، ده الام اس بي، فنوت افيلبل ان ايه. طب بقول لك احنا اتفقنا ان الفردي مهم، يبقى تايب 7 مهم صح. تايب 7 ال اس اي مهمه، عارف ليه مهمه؟ عشان ات كونتينز، تحتوي على واحد external networks، اثنين external mask، ثلاثة external host. الله، طب ما طيب سبعة كده شكلها زي طيب خمسة صح. مين اللي بيجنريتها؟ generated by ASBR برضو. الله، طب ما طيب سبعة هي شكلها طيب خمسة صح، بس بشرط بقى طيب 7 يا طيب 5، بس لو كان الاريا اللي فيها الاي اس بي ار اريا كده مخصوصه بالظبط كده، اريا كده عجيبه اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال، دي شبكات اكسترنال، بس لو في حاجه اسمها نوت سوستابي اريا، يعني احنا عشان نقدر نفهم طيب 7 دي تيجي امتى لازم الاول ناخد انواع الاريا. هيطلع ان في اريا اسمها نص ستاب، يعني مش ستاب قوي، نص ستاب. فنص ستاب او نوت سوستاب، لو الاريا دي كانت نص ستاب تبقى احنا هنشتغل على تايب 7. يعني تاني، لو الاريا بتاعتك اريا عاديه يبقى تايب 5، لو اريا بتاعتنا اريا عاديه هيبقى تايب 5، لو اريا واحد دي عملنا لها كونفيجريشن هي نص ستاب، احنا لازم نعرف يعني ايه نص ستاب وستاب وربع ستاب والحاجات دي كلها، ساعتها هيبقى ال اس اللي بتخش اسمها تايب 7. ليه وازاي؟ لا دي محتاجه سبوره كمان، سبوره عظيمه من اعظم السبورات الكرسي، اكبر سبوره في الكرسي، اخدتها قبل كده ولا عارفها؟ طيب ماشي، يعني لسه فاكر؟ خمسة وسبعة، خمسة هي سبعة، يعني مستحيل تلاقي في اي اس بي ار بيحكي كده بيحكي كده، لازم الاي اس بي ار يا يحكي دي يا يحكي دي، ففي الاخر ايه؟ دي بديله لدي. طب ايه الفرق؟ بص هيطلع من الاخر ان الاريا النص ستاب بتعمل اكسس ليست تمنع طيب خمسه، فضحكوا عليها، لا لا طب احنا هنسميها سبعه عشان تعدي بس، يعني الال اس اي لو فيها رقم خمسه ممنوع، فغيروا خمسه وخلوها سبعه عشان تقدر تعدي، هيطلع فعلا خمسة وسبعة ما ينفعش يطلبوا في نفس الاريا. طيب ناخد صورة للسبورة. او اي اي تايب 3 مظبوط كده، يعني تعالى بقى نشوف مع بعض عشان نكمل معلش الرسمة، ان كده لو اللينك ستيت داتا بيز
فيها LSA شكلها ايه؟ ده باستخدام دايجكسترا الجوريثم هيحولنا لراوتنج تيبل. يا ترى الراوتنج تيبل ده هيبقى فيه ايه؟ فاحنا بالنسبه لنا تايب 1 وتايب 2 شد خط، تايب 3 وتايب 4 شد خط، تايب 5 وتايب 7. انا معلش لسه ليه مقسمهم كده؟ على حسب على حسب مين اللي بيبعته. تايب 1 وتايب 2 اي راوتر جوه الاريا، خليتهم مع بعض حتى هسميها كده انترا اريا. تايب 3 وتايب 4 عشان خاطر دول بيبقوا ما بين اريتين والاي بي ار اللي بيزحهم، وبنسميهم كده انتر اريا، يعني معلومات تجوب الاريا. اما تايب 5 وتايب 7 وممكن نسميهم انتر اوتونوموس سيستم، يعني بيعدوا الاوتونوموس سيستم، يعني يجيلهم الاوتونوموس سيستم غريب للاوتونوموس سيستم بتاعي واخرجهم كمان بره الاوتونوموس سيستم بتاعي لو انا عايز، فبنسميهم اكسترنال وبيزحهم اي اس بي ار. فده اللي خلاني ايه اصنفهم كده. تايب 1 وتايب 2 نتيجتهم في الاخر ايه؟ او، يعني نتيجتهم في الراوتنج تيبل هيبقى حاجات بتطلع بالرمز او. تايب 5 تايب 3 وتايب 4 هيبقى نتيجتهم في الاخر او اي اي. هي طبعا هو مين المؤثر في تايب 1 و 2؟ السبب الاساسي الاو، 3 و 4 هي 3. طيب تايب 5 وتايب 7 هتلاقي بقى ممكن يظهر لك كده او اي 2، ده باي ديفولت، او جاي ساعات يبقى او اي 1 لو غيرنا كونفيجريشن اشتغلنا بمتريك كالكوليشن تايب 1. طيب ولو تايب 7 عشان يميزوا تايب 7 عن تايب 5، لو ال اس اي تايب 7 يعني انت كنت في اريا من اللي بتدعم تايب 7 دي، هتلاقي راوزر في راوتنج تيبل بتاعك او ان 2 او او ان 1. ايه الفرق؟ بص، هو او ان اكسترنال نتورك بس في حاجه اسمها نوت سوستاب اريا، طريقه حساب المتريك الثانيه، طريقه ديفولت اللي ما بيزودش متريك الانترنال متريك. او ان 2 ما بيزودش اكسترنال متريك على الانترنال متريك. او ان 1 ان هي او اس بي اف لشبكات خارجيه جايه من انذر اوتونوموس سيستم، بس حظنا عدت على اريا اسمها نوت سوستاب اريا وطريقه الحساب 1. طب مين الديفولت؟ دي الديفولت ودي الديفولت 1 1، لازم محتاجه مننا كونفيجريشن. طيب محتاجين نعرف الاريات، احنا لازم نعرف الاريات عشان نقدر نعرف ال اس اي اللي في كل داتابيز والراوتنج تيبل اللي في كل اريا هتبقى عامله ازاي. فناخد صوره لتلك السبوره ثم نحكي عن السبوره الثانيه والاخيره. يا فهد هي بتبقى الثانيه والاخيره، ده حقيقه على فكره، السبوره الثانيه هي الاخيره. ابشر ابسط كمان، مش هبدا من غيرك. ايه ده؟ قول لي، انت غيرت المواعيد اللي فات الستيج الاولاني على الستيج اللي بعد؟ شوف، انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا ما اعملش حاجه عشان خاطر حد فعلا، لازم اعمل حاجه اللي انا شايفها صح. بص، احنا كنا في الستيج بنعمل المواعيد اللي فات الجمعه، فكان اسلام قال لك لا مش عارف ايه الجمعه، انا هاجي الجمعه دي بس وبعد كده خلوه لحد. ايه اللي حصل؟ لا هو يعني قلت ماشي، انا قلت ماشي في حاجات بعد دي واختار اللي انا عايزه. ليه بقى؟ أنا في الآخر إيه؟ صاحب الموضوع ده ممكن ما يكملش الكورس، ممكن ما يجيش، ممكن ظروفه تتغير، فاللي حصل فعلا صاحب الفكرة دي أصلا ما جاش، ما بقاش يجي. إيه ده؟ نعمل فوت. بس هي المشكلة في حاجة، إحنا لازم نعمل لاب بعد الحتة دي ولا حطوه مننا. يعني إحنا مجبرين. يعني لاب المرة دي مش أوبشن. ليه؟ الناس مش هتفهم اللي جاي، يلا عمل لاب على اللي فات. التلاتة ما هيبقى خدنا، هيبقى خدوا حاجات زيادة مش عارف يعملوا عليها اللاب دي، حتى وهم. طب ماشي، سيبنا رتب مش خاطرك انت بس، والله غصب عني عشان خاطرك انت بس. بس انا كان عندي يوم الثلاث فرح كنت محتاج اروحه، شورج كان عنده يوم الجمعه خطوبه وكان محتاج اروحها، فاهم قصدي؟ هو انت دول صح، هو انت بتروح افراح؟ لا مش قصدي، انا كنت قصدي ان احنا لو كل واحد قال الظرف اللي عنده مش هنخلص. بالظبط بس كده صح. ما جاتش قلت لك عيد ميلاد ابني صح؟ ما جاتش قلت لك عيد ميلاد ابني، ما جاتش قلت لك خارج خروجه. طب اللي فات مش بقى. لا بس حاضر لغايه الحته المهمه، حاضر لغايه الحته المهمه. ينفع كده؟ كنت بخلص المسافه، ما رضيتش خليني اخلص المسافه، بدوس انتر مسافه. لا خلاص ضيع قوي، انت ضيع قوي. فبقى حتى الثلاثه اساسا اللي والله مستني، بستنى صاحبك يا اخي، عشان صاحبك، عشان صاحبك يا اخي. المشكله بس ايه اللي يحصل؟ يحصل له ظرف يقول لك الستات ما عرفتش جاي، دي بتبقى قاتله بقى. يعني ايه؟ حد يشوف من الظروف يا عز صاحبي، محدش يعرف. بس رفع عين. ثلاث؟ حد؟ مش متفاهم قوي. معاك هندسه؟ انا بعمل سمري.
بعد اذنك يا باشمهندس انا عندي لخبطه بس في تايب 4 وتايب 5. لا بالعكس بالعكس حالا اقول لك يا هندسه انا اعرفه دي انا ما اعرفهاش انا ممكن اسامي تلاقي مثلا مش موجود ده أيوة. او موجود ماشي ما بعد لا ما انت استاذ لو راح مكان انت ماني ولا ايديك ثبت اصلا انا كده انت بتزيعه بالعكس صح كده هي الحاجه الوحيده بقى اللي هتحل المشكله دي ايه هل صح طبعا بتروت الحاجه مش مش وجود في وقت من الاوقات النقطه بقى فين مين اللي هيوقع الداتا لما شبكه من دي مثلا وقعت فبالبي جي بي الاوتوم سيستم هيبطل يزيعها عشان بي جي بي دايناميك بس ده بيزيع سمري فمش هيشيلها بس ايه اللي هيحصل هتجي له داتا عشان هو بيزيع هو اللي هيوقع الداتا يعني الاس بي ار اللي هتجي له داتا هيوقعها في 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 بلاك هول يعني بلاك هول بقى داتا بتيجي بتمشي فاكره ان السكه ليها وجود لحد ما نوصل لراوتر فعلا ملوش وجود ده حقيقي فعلا الحل بقى ساعتها ان احنا نعمل ايه يا اما ماشي يعني هنمشيها كده لان في الاخر الداتا بتتبعت بقت مره 2 3 4 3 مرات بتزهق وخلاص تقفل السيشن يا اما هنضطر نيجي على الراوتر بقى الاس بي ار نغير له السمر بس ده عذاب يبقى ما عملش سمر ما على حسب عدد الشبكات لو انت عندك 2 مليون شبكه هتسيبهم 2 مليون ده حساب فهي ترجع لايه ترجع فعلا ساعات لكل كيس لا لا مستحيل مستحيل استعمل اكتر حاجه اقصى حاجه 5000 شبكه اصلا خش بيفي استعملش اكتر 5000 شبكه ما ده بقى المشكله انك انت لو ما لخصتش الراوترات اللي شغاله او اس بي اف لما تشوفهم بالتفصيل مش هتستحمل الاو اس بي اف بيهنج فوق اكتر من 5000 شبكه زي ما كده بيغمى عليه او مش اكتر من 5000 شبكه فجهازكم بتضطر تعمل ساعات السمري حتى لو بالكذب في حاجات هتبقى بلاك هول عشان بس الراوتر يستحمل الراوترز تستحمل لازم الاوتونوم سيستم الواحد لو بوز بيف 5000 شبكه برضه معمول له سمري اساسا بالظبط بقى ممكن ودي احسن بقى. يعني دي احسن لو اللي قبلك هو اللي يعمل له سمري يقابلك بروفايدر اتقل هو اللي مسؤول بقى عن الحاجات دي يعني كل ما تحصل مشكله عنده تيم معين يخش وبيشيل الشبكه دي من عنده بس للاسف طبعا اتعمل مانوال خالص واحد بس كيف يعمل سمري في الفريق كله يعني لونج ذا باست اللي يعمل سمري بقى ياخد السمري يزيعه زي ما هو ما يحتاجش يعمل سمري ثاني يعني على حسب يعني بص ممكن يطلع ايه يطلع ممكن اصلا ان 64 دي اصلا حد عملها سمري و65 دي اوريدي حد تاني عملها سمري و66 حد عملها سمري ولما جوله هم جايين له من انترفيسز مختلفه من كذا خط بحث فهم اوريدي اربعه متلخصين وهو بقى النقطه اول نقطه تلتقي بالاربعه دول هو اللي مضطر يلخص احنا بالنسبه لنا مين اللي يلخص اول نقطه يبقى عندها الاجريجيشن التجميع قفل خلاص ماشي لو شغال تايب 1 لا كله اي 2 بص بقى من النقطه في ايه الراوتر اللي على الايدج تمام هو اصلا اللي بيقول لي هنمشيها ازاي جوه الاوتونوم سيستم 1 ولا 2 فهو نفسه لو قال قرار 2 هو اللي بيدي الانستراكشن اصلا هيطلع ال اس اي فيها حاجه اسمها فلاج فلاج ده اسمه متريك كالكوليشن تايب فلو حاطط الفلاج 1 يبقى هنحسبها 1 حاطط الفلاج 2 يبقى هنحسبها 2 هو حاسبها 2 والباقي مجبر يحسبها زي 2 يعني في الاخر ما ينفعش راوتر في النص يجي يغير القرار ده القرار اللي بياخده مين صاحب ال اس اي تايب 5 مين صاحب ال اس اي 5 ال اس بي ار بيجنريتور ال اس بي ار هو اللي يقول والباقي كله بيمشي عليه مفيش كوماند حتى نقدر نعمله على اي راوتر في النص ان يطلع دايما الكونفيجريشن بتاع التحويل كلمتك تايب لازم يكون راوتر عليه اثنين بروتوكول فانا بقول له يا كذا حول البروتوكول كذا بقول له المترك تايب اريح ليا او اي 2 وفي الاخر ايه لو طبعا لو شبكه زي تي داتا مثلا شبكه زي اورنج ايجيبت لكن اورنج بزنس اللي ليها فروع عارف في كل حته في العالم فالاوتوم سيستم بتاعها منتشر قوي لا تفرق كتير ليه ده هو اصلا الاوتوم سيستم بتاعه كله لافف جوه العالم فافرق امشي من قاره ولا من قاره ثانيه امشي من بلاد ولا من بلاد ثانيه يا جماعه بالنسبه لنا نمشي من حي ولا من حي ثاني مش تفرق في حاجه طيب معلش كان لسه في سؤال حد بس متلخبط ما بين التايب 4 والتايب 5 فبصوا سريعا كده تايب 4 صح هندسه كان تايب 4 و5 ولا حاجه ثانيه اقولهم برضو ايه ايوه يا باشمهندس يعني 3 انا فاهمها للاي بي ار وال4 مش فاهم نفس الداتا اللي في الداتا الكونتنت بتاعت المعلومه ايه بص بقى التايب 4 تايب 3 وتايب 4 جنريتد باي الاي بي ار يعني 3 و4 مين اللي بيجنريتهم الاريا بورد الراوتر 3 خلاص انت بتقول فاهم انه بيذيع الشبكات اللي في الاريا طب 4 بيذيع ملخص ان عنده اس بي ار فين تايب 4 اهو الاريا بورد الراوتر بيقول ملخص ده تايب 4 ايه الملخص يا جماعه انا عندي اوتونومس سيستم باوندري راوتر الراوتر اي دي بتاعه كذا والكوست بتاعه كذا يعني ايه محتويات تايب 4 ال اس اي معلومتين بس
الراوتر اي دي بتاع الاي اس بي ار والكوست اللي نوصل له بيه. دي كام بايت؟ دي 4 بايت، ودي كام بايت؟ ودي 2 بايت. يعني طيب 4 ال اس اي كلها على بعض مفيش غير 6 بايت، ما تزيدش عن كده. ليه؟ بيحكي ان في راوتر اسمه ايه هو اللي يخرجكم يا جماعه عشان توصلوا له الكوست كذا. هي بتفيد بس في ايه؟ اطلع اكتر ما بتفيد في الراوتنج تيبل، بتفيد في الترابل شوتنج. ايه في الترابل شوتنج؟ اشهر كوماند ممكن تستفاد منه من المعلومه دي الشودل، شو اي بي او اس بي اف بوردر داش راوترز. عايش انا استفاد منه ازاي؟ انا لو عملت الشودة على الراوتر ده، الراوتر هنا بعيد، هقدر اشوف ان كان في بوردر في الاوتونوموس سيستم في اخر الاوتونوموس سيستم دوت. يعني تاني، انا على راوتر اسمه اي اعمل شو اي بي او اس بي اف بوردر راوترز، بيطلع ايه الشودة؟ مين الاريا بوردر راوتر؟ مين الاوتونوموس سيستم باوندري راوتر؟ طب احنا عرفنا منين ان في اوتونوموس سيستم باوندري راوتر؟ بسبب طيب 4 ال اس اي اللي مالها؟ اللي خرجت من الاريا وراحت للاريات الثانيه. يعني لو في هنا اي اس بي ار، الاريا بوردر راوتر بيطلع تايب 4، يقول لهم يا جماعه انا عندي اي اس بي ار بس مفيش اي تفاصيل، ما بيقولش هو عنده اي شبكات، بيقول انا عندي بس اي اس بي ار، وتايب 4 دي بتوصل لحد كل الراوترات اللي في الاوتونوموس سيستم ده، تساعدنا فور ترابل شوتنج. يعني اكتر ما هي بتساعد ان انا ابني بيها الراوتنج تيبل، الارقام الزوجي دايما فور ترابل شوتنج. يبقى دي ما فيهاش اي كونتنت، عشان كده اسمها سامري، ملخص. طب امال التفاصيل بقى، الاي اس بي ار ايه الشبكات اللي بيوصلنا ليها؟ ده اللي في تايب 5. فتايب 5 مين اللي بيحكيها؟ الاي اس بي ار نفسه شخصيا. الاي اس بي ار نفسه شخصيا بيحكي عن ايه؟ عن ايه الشبكات اللي شافها بره الاوتونوموس سيستم دوت وعايز يحكيها لنا جوه الاوتونوموس سيستم بتاعنا، ماسكها ايه والكوست بتاعها ايه. فالتفاصيل اللي في تايب 5 اكتر طبعا من تفاصيل تايب 4، عشان كده تايب 4 سامري. مين اللي بيحكي تايب 4؟ اريا بوردر. طب مين اللي كده فاهم؟ الاي اس بي ار ذات نفسه. يعني اكن ايه؟ الاي بي ار يقول له واقدم لكم الاي اس بي ار بس. طيب وبعدين بقى الاي اس بي ار يروح داخل بقى ايه، مدي الفقره بتاعته. انا عارف زي ما يبقى ايه، في مذيع بيقدم مغني، فالاي بي ار يقول لك اقدم لكم الفنان اي اس بي ار، يجي يبقى الاي اس بي ار داخل في المسرح، انا عندي كذا وانا عندي كذا، يقعد يبقى النكت بتاعته ويغني الاغاني بتاعته ويطلع التفاصيل بتاعته. فدي تمهيد سمري، ودي تفاصيل 4 سمري 5 تفاصيل. طبعا هي هتبان اكتر امتى؟ لما نحكي انواع الاريات. يعني مع انواع الاريات هنعرف بقى يعني تايب 4 ممكن نستفاد منها امتى، ملهاش لازمه امتى، تايب 5 تبقى امتى، ملهاش لازمه امتى، وهكذا. معلش يا هندسه، طب وتايب 6 بقى تاني كده؟ تايب 6 نوت افيلبل. بمعنى ايه نوت افيلبل؟ ما بقاش حد بيشتغل بيها خلاص، لان المعلومات اللي فيها ما بقتش تفيد خالص في الراوتنج. يعني كانوا حاطين فيها معلومات تفيد لو حد هيشتغل حاجه اسمها مالتي كاست راوتنج، مالتي كاست داتا راوتنج. يعني حد عايز يوصل مثلا لمجموعه كمبيوترات في نفس الوقت واخدين اي بي مثلا 224.7.7.7 كلاس دي. فتايب 6 كان بتحكي عن شبكات كلاس دي. فاحنا بالنسبه لنا الشبكات الكلاس دي بقى ليها بروتوكول مخصوص خلاص دلوقتي، واحسن بكتير من الاو اس بي اف. فالاو اس بي اف كان تايب 6 بيحتوي على المعلومات الخاصه بكلاس دي، اما كلاس اي وبي وسي بيتحكوا في بقيه التايب ساعات. هذا كده عشان الصباح. هي السناني السناني فيها مشكلة عنيفة وخايف أروح للدكتور. أنا باخد مثلا واحد كل خمس محاضرات، سنانك برضو بخاف من الدكتور. أنا عارف، أنا رحت له عارف إن هي فيها شهرين ثلاثة كده بروح زيارات للدكتور. كتفست؟ لا معقولة؟ إيه؟ بس انا اخده مرتين في الاسبوع مثلا، مره. بلاش كده بس يا هندسه، بلاش كده بس. طب اخد ايه طيب؟ دكتور اسمه الدنيا؟ لا طبعا انا عارف ان فيها. لا 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 انا عارف ان فيها. انت تروح للدكتور برشام كويس يا هندسه. دكتور السنان ده سمكري. فولترين برشام كويس يا هندسه. اسمه ايه؟ فولترين؟ فولترين برشام. ممتاز جدا. لا والله. عن تجربه شخصيه. لو رحت للدكتور انت لو تابعت دكاتره السنان مش هتخلص. دكاترة السنان دول بهندسة بيجيبوك تاني ويقول لك تعالى هنشتغل في شغل عايزين نخلصه، في تقفيله ما قفلناش. الشغل اللي بص يقول لك الشغلانه بتاعتك دي عايزها لها 3 شهور، هتزورني مره كل شهر العربيات 3 جنيه في كل مره. هو ده. اعتبر ان انت عملت العربيه بتاعتك للميكانيكي. في الميكانيكي بالظبط كده. والله انا عايز اقول لك بصي، بس انا اخواتي الاثنين دكاترة سنان وعمر ما رحت لهم عمري. لا بس انا لا 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 مش في الشاورما، انا عامل دايت. لا لا عامل دايت باكل. ايوه اختار حاجه غاليه بقى، باكل وجبه فته
بالموتزاريلا عليها صوص بشاميل، ده الضايب بتاعي. لا لا مش عايز لا والله خالص. لا 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 زي كده ولا كده، معزوم على خطوبه ابني الصغير، فهخلص واروح على خطوبه ابني الصغير. كبر ما شاء الله، اه كبر. الله يبارك لك. والله العظيم ده في مره عشان خاطر اخلع كنت من مشوار، قلت يا جماعه النهارده لازم نخلص بدري عشان كاتب كتابي. المهم الناس ما قدرتش تتكلم، كاتب كتاب الراجل سيبوه بقى يروح. ساعتها مشوني الساعه 11 ونص بدل الساعه 10 ونص الحمد لله، لكن كاتب كتاب. بقول لك والله العظيم يوم خطوبتي رايح 3 ساعات متاخر، 3 ساعات متاخر بس. وطبعا عشان خاطر ايه بقى، حماتي ما تقفش عليا، انا كنت استجاب تورتايه حماتي وقعت مني على السلم، وبعد كده انا اضطريت اروح اجيب تورتايه ثانيه، ما ينفعش اجي اول يوم مش عارف ايه وبتاع. تخيل بقى يعني الحوارات اللي بعملها عشان خاطر يعني خدت ما انا خدت اه انا عايزين ايه، كان معايا صور بقى التورته قديمه واقعه على الارض، قلت لها شوفي الصور التورته. لازم لما افتكس افتكاسه يبقى برضو ايه معايا، معايا حاجات الامن بيها نفسي. طيب الصبور الاخيره ايه ده؟ اه ربنا يستر. لا بس ما خلاص بقى بعد ايه، أوه خلاص لكن زمان ده من 15 سنه. انا فاكر ان كان عندي محاضره مش عايز الغيها، المحاضره كانت بتخلص الساعه 6، فقلت ايه مش هلغي المحاضره ما صحش. قلت لهم يا جماعه بصوا بعد اذنكم ما بدي خطوبتي خلص محاضره 6 لازم يكون عندنا الساعه 7، ناس منزليني 8 ونص من السنتر. بص ولا اكنك بتتكلم، والله لهم والله الدادله جوه، انا خطوبتي النهارده ما بكذب عليكم. طب سؤال اخير، اصل طب لو هنشتغل في السكيورتي ناخد كورسات ايه يا عم الحاجه؟ بص ايديك انت مش هتشتغل في السكيورتي وسيبني اخطب، سيبني اخطب بقى. هي هندسه الناس من 15 سنه كانت بتسال السؤال ده برضو ايه ده؟ اه بقول لك ايه، بس كان زمان بقى دلوقتي كلاود وداتا سنتر، زمان كانوا يقول لك ايه السكيورتي حلوه ولا وحشه؟ لو هشتغل في اورنج اعمل ايه عشان اشتغل في اورنج؟ طب سيبني بس انا انا ان شاء الله لو خطب حلو كلام هتوسط في اورنج. ايه ده كانت حلوه وشغلك طبعا. بالظبط انا رحت هناك 9 اه والله العظيم قلت للخروسه كده، قلت لها بقول لك كويس ان انا جيت اساسي. قالت لي انت بتقلد حنفي؟ قلت لها حنفي مين؟ قالت لي كان واخد نبطشيتين قبل ما يروح الفرح بتاعه. قلت لها اه انا كده باخد تريقه، انا كده ايه؟ قالت لي يعني انت رحت شغلك الصبح وديت كورسك بالليل وجاي تخطب؟ هو انا لا، هو احنا بنقلش على الناس وبقى يتقلش علينا. اه والله بقى يتقلش علينا. فكرني احكي لك موقف مش ينفع احكي على العالم كده، حصل لي يوم الاربعاء اللي فات. دي 9 ايه 9 صح 9 خلاص. ما عشان ده اللي عايز احكي له عليه. طيب انا دلوقتي انا اخلص في رسمه واحده بس كمية التفاصيل بس اللي فيها بتملى الدماغ. يعني هي ممكن اصلا الموضوع كله على بعضه ما ياخدش اصلا 10 دقائق شرح، بس انا ناخده ايه بالراحه كده عشان خاطر ايه، وانا بدخل المعلومه عارف ايه، اه انا بدخلك المعلومه وانت تهضم وتتخيل وتتصور، لما تتخيل وتتصور يبقى الموضوع يقعد معانا فتره اطول، بس هو مش هيثبت الا بلاد كده. قلت ايه يعني اللاب في اقرب وقت هيفرق معانا فعلا كتير قوي. انا كنت بص في العادي بعمل ايه لما يبقى الوقت مناسب للاب، يعني بلاقي مثلا ايه زي عز كده مش عارف ايه، ناس كده مش عارف تيجي، كنت بعمل محاضره